خالد هلال ناشط نقابي، معلم استاذ مدارس ابتدائيه، مختص او اختصاصته في ملف النواب المستثنين. بالنسبه كملف هو او تسميه، ناخذ نحن مشكله النواب. النواب هي اعتمدتهم وزاره التربيه لسد شغورات. وزاره التربيه كي نقولوا وزاره التربيه معناها راهي وزاره ذات سياده. مستقبل كامل بنات الدوله او بنات وزاره التربيه على نواب. تفاقمت الوضعيه هذه، خذت عده سنوات، نظر البعض منهم، تمكنوا من فرض اتفاقيه، ونقول فرض واللي فرضها فرضوها المعلمين النواب، اتفاقيه بثلاث سنوات ابتداء من سنه 2020 الى حد 2022. القائل يقول علاش 2020؟ لان وزاره التربيه عملت اتفاقيه سابقه مع النواب 2015 او الذين تعاقدوا معها في 2015، توفى عام 2019. نحن في 2015 قلنا هي نقطعوا حكايه التعاقد او النيابات بشكل نهائي بانتداب كافه المعلمين في 2015. ما راعنا الا وزاره التربيه تقوم باجراء وتفرض ضروره خمسه اشهر 15 يوم. الشيء اللي حدا او ابقى على مجموعه كبيره من المعلمين النواب، تمادت الوزاره بعد ذلك الى التعاقد او التعاقد بين ظفرين، مش التعاقد القانوني، تعاقد اخلاقي. بمعنى تعاملت مع نيابات مستمره الى حد الاتفاق 2018 وبلغت في حدود 10,000. قامت الاتفاقيه على ثلاثه دفعات. قلنا ما نغلطوش الغلطه اللي غلطناها عام 2015، هات نسكروا الملف كومبليتمون. بمعنى اللي عنده شهر، عنده 15 يوم، عنده انهارات، الكل ينتدب ونسكر حاجه اسمها تعاقد او عمل هش في وزاره التربيه. الوزير رئاسه الحكومه رفضت وتحججت قله ذات اليد. قله ذات اليد هذاك موضوع ثاني. الجانب اللي خلى الشيء يتفاقم، تواصلت بين ظفرين ونقولوا المهزله، مي هي راهي مهزله بالفعل، تواصلت مع النواب ما يسمى بالنواب المستثنين من الاتفاقيه. شكون هم هذوما؟ هذوما هيك المجموعه اللي ما حبوش يقبلوهم او يلحقوهم في الاتفاقيه 8 مايو 2018. العدد الوزاره تقول عدد والواقع يقول عدد اخر. نحطوا نحن في حدود اقصى 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 تقدير نقولوا 1400. لا 1400 هذوما راهو بامكان وزاره التربيه لو كانت تحافظ فعلا على منظومتها التربوية أو سمعة التعليم في تونس، رأي ما عندها حتى مشكلة، نجم تعملها. هي تعاقدت معاهم 750 وإلا بتزيد 500، رأي ما نحسبوهاش ماديا. واحد، نحسبوها مستقبل البلاد. اثنين، نحسبوها الاستثمار. شنو وزارة التربية تستثمر في الذكاء؟ نحن هذاك هو اللي حاجتنا به مبدئيا. نجيو لاتفاقية المعلمين النواب، علاش كثرت وعلاش تشعبت؟ اش تعمل وزاره التربيه؟ تجي للنواب الموجودين داخل قاعده البيانات اللي هم موجودين من عام اللي قرروا من عام 2006 حتى 2017. هذوما عملت لهم قاعده بيانات، سجل لهم بياناتهم في وزاره التربيه الى اخره. تجي عام 2018، شنو تعمل وزاره التربيه؟ باش تلقى مخرج. انا ما عنديش شكون اللي اقل من 5 شهور و15 يوم، ما ننتدبيش. اش تعمل وزاره التربيه؟ تولي تقص على المجموعة قاعدة البيانات، ما عادش تعطيهم النيابات. يمشي يعارك يتكلم يبات الحلول الكل، ما ياخذش نيابة. لشكون يعطيها؟ يعطيها المجموعة ثانية، إما الناس اللي ناداها من الثانوي أو مجموعة أخرى ما يطلق عليها اسم نواب 2018. 2018 هذوما ما دخلهمش في قاعده البيانات. شنو اللي بعدها باش يصير؟ بيصير تفرقه، بيصير عندنا نوعين من المستثمرين، نوع اللي هو في قاعده البيانات ونوع
اللي هو 2018 يخرج حاجة، وزارة التربية تخرج معلومة تقول أنا باش نعتمد على 2018، زيد شوية يبعث مذكرة يلغي فيها التعامل الكامل مع 2018 وما نتعامل إلا مع قاعدة البيانات. 2018 ياخذ عام، قاعدة البيانات ما عندوش 5 شهور و 15 يوم، وما عند 2018 ماهوش مرسم في قاعة البيانات، معناها الزوز راكم ما عندكمش الحق انكم تدخلوا لوزارة التربية. يتعدى العام، شكون اللي ينجح العام الدراسي؟ ينجحوه النواب، معناها ينجح لك العام الدراسي به، اما باش تعطيه حقه لا. هذا مبدئيا شنو اللي صاير في المعلمين المستثمرين اللي هما خريجي جامعات، ناس واخذه ماستر وناس ثم شكون حتى اللي عنده دكتوراه، صارف عليهم الدوله. كي نقولوا الدوله انا راي نفس الشيء تاع علوم التربيه، اعطيني انسان خريج حقوق وين ممكن باش يعمل، اعطيني واحد خريج تاريخ وجغرافيا اش ممكن يعمل بخلاف التربيه. هذا كجزء اول في شرح وضعيه المعلمين المستثمرين في وزاره التربيه. المعلم النائي هل أنه شارك في إنجاح العملية التربوية أو في السنة الدراسية؟ شارك فيها وبامتياز، سنة دراسية كاملة قضاها في ظروف يعلم بها كالرب، ما وخرش، الناس تمشي تتكون وترجع، ما يخوش نهار كامل، الصباح يتكون العشية يقري. التعامل مع الصغار أكثر، وهذايا بشهادة المساعدين البيداغوجيين اللي نشرتهم وزارة التربية ومعترفة بهم، بشهادة المتفقدين، ناس تمشي للتكوين وتفرح بالتكوين وتقدم في دروس الشاهد التي يعجز عن تقديمها البعض من زملائنا المترسمين، ونحن كنا حاضرين في دروس شاهد قدموها المعلمين النواب المستثنين، وكانت في تحقق أكثر من 75% من طموحنا في تقديم درس. ناس راي خدمت ناضلت من أجل تلامذة، وأنجحت العملية التربوية وأنجحت السنة الدراسية، وما قصرت حتى نهار في أنها توصل التلميذ من بداية النيابة إلى آخر يوم في الامتحانات، بما في ذلك دفاتر التقييم، بما في ذلك توزيع الجوائز، لم تتغيب المجموعة هذه، بل بالعكس ساعات تساهم عندها. راهو ظروف نعاودها وبدرجتنا الباهية ما يعلم بها كان ربي. يمكن نلخص لك، تصور زميلة توصل الكفن متاع راجلها ما تنقاهش، ما عندهاش باش تخلص. انت تصور روحك وزير التربية يخرج للشارع او يخرج في التلفزة يقول ناس تخلص الى اخره، تخرج لك زميلة من غادي تبكي تقول لك راه راجلي توفى، ما عنديش حتى دوره باش نشري الكفن نتاع راجلي، مش باش نعشي الناس، لا لا كفن. انت عندك تتصور الشيء هذا. نجوا للخلاص، الخلاص فيما يسمى بالعقد 750 دينار. اش يوصل للمعلم النايب اللي خذا المعرف الوحيد، والمعرف الوحيد كي نقولوا معناه راهو عنده السي ان ار بي اس، الانخراط في الصندوق القومي للتقاعد والحيطه الاجتماعيه، يعني ان عنده سنه اقدميه في الانخراط، عنده الحق في التغطيه الصحيه، هذوما الزوز راهو مش موجودين، ياخذ عليه التغطيه وما يتمتعش به، الدفتر العلاج يخذاه لاجل 15 يوم شهر بالكثير ويتقص عليه، خاطر تقص العقد، العقد فيه 750 دينار، يخرج له 608 دينار. اللي هو شطر تاع معلم عاد. نجوا المجموعة الثانية اللي حرموها من معرف، حرموها من سنة أقدمية في التقاعد، حرموها من القصاص، من التغطية الصحية، وحرموها من فلوس أخرى كانت باش تاخذها. يعني هو ماهوش باش ياخذ لك 750 دينار، راه المفروض المنطقي يقول لك أنا حرمته من التقاعد، حرمته من القصاصات، نحيت ما نحيلوش فيها، معناها القصاص هذاك باش ياخذ، معناها باش ياخذ 750 دينار.
لم يخذ 750 دينار. وزارة التربية عندها طلعاتها، الناس اللي تعمل لها المعرف الوحيد وتعطيها التغطية الاجتماعية، تعطيها الصحية، تعطيها 608,000، الأخرين لا نعطوهم 535 دينار. وين مشوا الأخرين؟ ما نعرفش، اسأل وزير التربية علاش عمل هكاكة، ولا ما يعرفها واحد ولا يجاوبك واحد، اسأل وزير التربية. بالنسبة للخلاص اللي يقول القائم، نحن خدمنا متعاقدين على فكرة في التسعين، خدمنا متعاقدين وخذينا أجرة رديئة ولا وما تليقش المعلم، ولكن اضطرارا خدمنا نخدمه من سبتمبر حتى جانفي، تتخدم الميزانية جينا فلوسنا، ومن جانفي واللي ناخذ فيبري مارس أفريل ماي جوان، المعلمين هذوما شنو؟ لا هذوما يخلصهم سبتمبر يخلصوا له في جوان، وما يخلصوش كامل ويغلط له في الكونت ويعمل له فهمت الله وانا غلط لك في الاسم. لا جماعه المعرف نخلص كان جماعه المعرف الوحيد، لا بعتني نخلصكم بطاقه تعريف، لا استنى الناس تخلص بالمعرف في اخر باش تخلص سبتمبر، انا تستنى حتى شي الماي. شوف انت واحد معلم بقيمته وقدره يجي يبقى 8 شهور 9 شهور يجيه العطار يقولوا لي معاش النجم الكرديك، النقل باش يتنقل يجي يطلع في الكره بيقولوا خويا سامحني الاخر ابجل هذاك باش يعطيني، انت خويا راك تو ما خلصني. معلم قدره يهبط من كرهبة نقل ريفي وما يمشيش يقري، ومع ذلك يتغصور بين ظفرين يتهان باش يوصل ويتحمل الاهانه باش يوصل يقر. راي الناس مشت على بسكليتات، راي الناس مشت في البورد، مشت في الطبعه، وزير التربيه في بيرو كليماتيزي، سي الحجام في بيرو كليماتيزي، الطرف الاجتماعي اللي ما قامش بواجبه وعلى مسؤوليتي ومتحملها كما ينبغي، الطرف الاجتماعي سواء الجامعه العامه سواء لجنه التربيه في مجلس الشعب ما قاموش بواجبهم، الزوز تمشي لهم قلوبهم معنا وسيوفهم علينا، الكلام تقول غدوه باش يجيني الانتداب، فعل بالعكس انا ارى العكس ولا احمل اي نائب في موقفي. المعاناه ماهيش في نهار ولا نهارين، راه نتحملوها وتحملوها، راهي ناس مشت في المطر، راهي ناس في التكوين تخرج من دارها وتموت في الثنية ولا تتغطى وحتى التعزية ما توصلهاش. المعلم نايب أخي مش جزء من المنظومة التربوية، معناها جزء يجب أن يشمله الإصلاح، الإصلاح التربوي. من بين الحاجات اللي ندعو بها هي تحسين وضعية المربي، هذا جزء مش أهم جزء باش كي لا أخذ على الشيء هذا. إيه؟ وزارة التربية في التسعينات قامت بعملية التعاقد وخدمت به والسنوات، ولكن 94 أذكره جيدا وزارة التربية تلغي التعاقد تنتدب مباشرة، معناها راه الإمكانية موجودة اليوم تتعاود. سيادة الوزير إذا بالفعل تحب تخلي بصمة إنك تدمج الناس هذه وتعطيها حقها، حقها لأنها تستاهل، مش لأن باش نهار آخر نذلوهم بها ولا نمنوا بهم نقولوا له راه أعطيناك وأعطيناك وأعطيناك. واحد ندخلوا في الحلول وبالطريقة المباشرة، حق المعلم النايب حقه في شهرية، علمنا صغارنا وتعلمنا أن العمل شرف الإنسان، معناها أنت راك تخرج فيه من هنا وتخلي فيه بطال، راك النيابة تتعطى وبعدل كيفه وكيف غيره، الشهرية متاعه ياخوها. راهو عيب حتى قدام الناس حتى قدام العالم، ناس تتفرج فينا نحن قاعدين نحكو على خلاص مش في معمل، راهي في وزارة التربية سيد الوزير، راهي وزارة التربية وزارة المستقبل التغطية الاجتماعية القرن 21، معلم ما ينجمش يمشي يعدي على روحه، راه ما عندوش الحق في كرني،
شويه كرامه للمعلم، هبط لهم كرامتهم. تصريحات خايبه، تراجع، يسيلش. ان اخطات تراجع، والاخطاء راهي ضربتهم في شخصيتهم. راك بديت تقارن فيهم، تقول مش كيما هذوكم. نحن علوم التربيه على العين والراس، نواب ولادنا كونتهم الجامعات، وهذوكم داخلين في الاصلاح التربوي. واذا تحب تخلي بصمه، ما نقولش في اخر عهد في الوزاره، لكن بالضروره يلزمك تخلي البصمه هذه، انتدابهم، شهريتهم، تغطيتهم. ولنا التوفيق ولكم سديد النظام.